بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في رب الخير جميعا. الكلام بيكون عن البرومبت بوكس. البرومبت بوكس ده يا جماعة عادة نستخدمه لما نحب اليوزر ينبوت داتا قبل ما الصفحة تتحمل، وده ليه حاجتين، إما إن اليوزر يضغط أوكي فبيرجع لي القيمة ترو أو كانسل فبيرجع لي القيمة فولس، تمام كده. النظريه بتاعته او السنتكس بتاعه ويندوز برومبت فيها صن نص وفي الديفولت نص الديفولت تكست اللي بيظهر معايا، تمام. ما تيجي نجربها كده على الكونسول، يعني انا اكتب له ويندوز دوت برومبت، تمام، وافتح بقى ايه البرنتسس تبعي واحط السيمي كوين معايا نصين، يعني ما بينهم ايه، ما بينهم كوما. النص الاولاني مثلا بيكون ايه الحاجه اللي تظهر في البوكس نفسه، خلينا نقول مثلا انتر هني، تمام. اول حاجه الثانيه الديفولت اللي بيظهر بشكل مكتوب جوه التكست بوكس ده، ها خلينا نكتب مثلا عادي لو انا عملت انتر اهو انتر نيم، ده النص اللي بيظهر من فوق ده الاولاني، بعد كلمه علي ده الديفولت اللي ظهر جوه التكست بوكس. لو انا عملت اوكي هيرجع لي ايه النص اللي انا عملته، تمام كده، هيرجع لي القيمه اللي انا عملتها. لو انا عملت انتر وضغطت كانسل هيرجع لي القيمه النل، يعني تمام كده. انا ممكن استخدمها بنفس الكيفيه في ايه، اني استخدمها برضه في التريجرنج على نفس الشكل بتاعت المره اللي فاتت، على نفس المثال بالظبط. انا عندي فانكشن اسمها ماي فانكشن و اتش واحد واخد ديمو، تمام كده، والملف السكريبت بتاعي بيكون عباره عن ايه فاضي، فانا هقول له هنادي على الفانكشن. اوكي الفانكشن اسمها ايه، كان انا ننسخها اسهل، ماي فانكشن ادي كنترول سي ادي كنترول ماشي كنترول سي يا الله كوبي ماي فانكشن ادي اسم الفانكشن تبعي، وهفتح البرنتسس والكيرلي بريسز ماشي. مقاما كده في الاول خلينا نعرف متغير، هنعرف var، والvar المتغير ده هنسميه مثلا نيم، ده اللي هيشيل القيمه اللي موجوده جوه مين يا جماعه، الفاريبل اللي اسمه نيم ده هيشيل قيمه التكست بوكس كلها بالكامل. يعني الvar نيم ده بيساوي هقول له prompt وافتح الاثنين دول وانهيها واحط انت واحط الحاجات بتاعي جوه. هنا مثلا انا عايزه ايه، وعايز اكتب كوما يكتب الاسم وايه ومثلا حاجه ثانيه، خلينا نكتب مثلا بليز انتر يور نيم، وهنا هقول مثلا علي نجار الموديل، تمام كده النص. تمام، فبالتالي ايه لو حط حاجه معينه هنا هتبتدي تتشال جوه الفاريبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ بسيط، اوكي تمام. بعدين هبتدي ايه؟ دي طريقه، يعني اقصد إيه انت ممكن تفكر فيها في اكتر من طريقه، بس ده مجرد طريقه بس مش اكتر. هستخدم جمله الشرط بتاعي، هقول له اف والله نيم، خلينا بالاول نفتح ال عشان نفسي على نفس الكتاب، تمام نيم. لو كان نيم دايت يا جماعه ايكوال تو بيساوي القيمه نال وفاضي، يعني سابه فاضي، او النيم برضو ايكوال تو 2 المره دي عملتها نال، المره دي هكتبها نال نال ايد، يعني تمام كده. يعني في الحالتين ان اليوزر سابه فاضي او ما كتبش حاجه فيه او هو بيجي نال، ايه اللي هيحصل بقى؟ هقول له عرف لي متغير تاني فور، اخليه ده اكس مثلا، اوكي، وهقول له والله ان قيمه الاكس تساوي نص معين انا هكتبه مثلا يو كانسلت ذا اوبريشن، انت كانسلت العمليه، تمام كده. اوكي في حاله اني ذات تساب القيمه نل، يعني تمام اوكي. وبعدين هشتغل على إلس، إلس بقى تبقى في الحاله الثانيه، الحاله الثانيه ان هو خلاص بقى كتب اسم، فاهمني، يعني في حاله اي حاجه غير ان هو يتساب بقيمه فاضيه، فاهمني. فهقول له اكس ده بتساوي خلينا نقول مثلا هاي، وبعد هاي نعمل زائد ونكتب الاسم اللي هو كتبه ونعمل زائد
ونقول مثلا how are you. ده النص بتاعي اوكي. هطلع بره لكن لسه موجود جوه الفانكشن. هنادي على مين اللي هيكتب لي النص ده؟ هنادي على get element by id للاتش 1 تمام، اللي هو يعني ايه هيترجم لي الكلام ديت او هيظهره لي على الشاشه. فاقول يا مستند دوكيومنت دوكيومنت دوت جيت element by id. ال id ده بيكون عبارة عن كان اسمه ديمو، وانا عايز من ديمو دوت inner html مالها تساوي قيمة ال variable اللي انا كنت كاتبه من فوق x يعني تمام. فالنص اللي هيظهر يعني ايه الكلام ديت اللي هو في ال variable x هيظهر امتى؟ هيظهر في الديمو في ال في العنصر اللي واخد الاي دي اللي اسمه ديمو يعني تمام. لو انا عملت كنترول اس كده حاولت نشوف الترجمه بتاعتها، نعمل ريفرش قلت شو مسج اكتب اسم معي. لو كتب لي علي نجار فك هيكتب لي هاي علي. مش انا هاخد مسافه طيب اعمل كنترول اس عشان الاثنين شابكين. فانا عملت ريلود وادي شو علي نجار ده الديفولت وعملت اوكي هيقول لي هاي ان الاسم اللي كاتبه والنص اللي انت مرحب له بيه. طب انت لو سبتها فاضيه عملت اوكي يو كانسل، نفس السيناريو اللي انت عملت كانسل هيقول لك يو كانسل، لان انت قلت له انها في حاله انها تثبت فاضيه نال تمام، او انك ايه انت في الشغل بتاعك قلت له والله لو كانت نال يعني امتى امتى تكون نال يا جماعه؟ ما انا لسه كنا عاملينها من شويه، نجيبها نعملها تاني ويندو مثلا دوت وبعدين برومت نفتح ديت ونقفلها ونقول اي شيء مثلا خلينا نقول نيم كوما ما بين دبل كورس هي مثلا انتر ورا انا هعمل كنسل اي دي بتديك القيمه نار فاهمني يعني. هو حتى لو ضغط كنسل فهو بالتالي بيشغلك على قيمه نار يعني الكبديات بقى معناها النص بتاع كنسل وده معناه ان هو سبق فاضي فاهمني. بس فكده هتشتغل معاك بشكل سهل. انا عملت ريلود وعملت شو النص لو كان اتساب فاضي او ضغط كنسل خالص وبالتالي في كل حال عمل كنسل. ربك انه كنت في توضيح المفروض الحمد لله مرة بعد الحمد لله. لا لا انت ناس تقدر تقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.